يحرص المجتمع البحريني خلال الشهر الفضيل على استقبال الزوار والأهالي في المجالس الرمضانية باعتبارها من العادات الأصيلة والمتوارثة في شهر رمضان المبارك. مع حلول شهر رمضان تعود الحياة مرة أخرى إلى مجالس أهل مملكة البحرين، تلك المجالس التي تعكس كرم الضيافة وفتح الأبواب للجميع من بعد صلاة التراويح وحتى قبل موعد السحور. تعد هذه المجالس ملتقى يجتمع فيه الأقارب والأصدقاء لتجاذب أطراف الحليف، كما تعتبر مدارس نشأت فيها الأجيال وتعلمت منها وتناقلت العادات والتقاليد. المجالس في البحرين تعتبر هي أساس التواصل الاجتماعي إذا نظرنا إليها قبل مئات السنين، فكانت كل قرية وكل مدينة كبارها لديهم مجالس يلتقي فيها أهل القرية وأهل المدينة ويتشاورون في أمورهم كلها. في شهر رمضان حقيقة بفضل الله عز وجل أهل البحرين ينتهزون فرصة رمضان، كلهم أهل البحرين جميعا ينتهزون فرصة رمضان، لأن فيه شيء بالنسبة للجميع أنه بعد الإفطار لا يوجد مكان عمل، فالناس تنتهز هذه الفرصة لتتزاور. فالحمد لله رب العالمين، هذه من ميزات أهل البحرين وهو تزاور كل أهل البحرين بعضهم مع بعض لعمل تواصل اجتماعي. الحمد لله، يعني عوائل البحرين أغلبيتها يعني متواصلين بالدم أو بصلاة الأرحام الحمد لله، وهذا شيء يعني مثل ما تقول فيه خير وبركة حق الناس، زيارة الناس، التواصل الاجتماعي، التواصل التجاري، التواصل العلمي، وهذه من ميزة يعني المجالس. المجالس الرمضانية التي تشهدها المملكة خلال شهر رمضان الفضيل تعبر عن جانب مهم من جوانب التراث البحريني الأصيل، حيث يتفنن الجميع في استقبال الشهر الكريم ويكون للمجالس الصدارة في الاهتمام، وتعكس منظومة القيم والتقاليد التي تميز المجتمع البحريني من عطاء وتضامن وتكافل، كما تشكل في الوقت ذاته نافذة مهمة يمكن من خلالها مناقشة مختلف القضايا الوطنية، خاصة تلك التي ترتبط بحياة المواطنين في المجالات كافة. احنا في مملكة البحرين محظوظين بقيادتنا الرشيدة اللي دائما توجه فتح المجالس واستقبال الناس وهاللقاءات اللي تجمع الناس في رمضان في شهر الخير والبركة. ومجالس رمضان في البحرين الناس اللي صار لهم فترة ما التقوا مع بعض، والحمد لله رب العالمين تباركنا بزيارتهم، يعني فرصة طيبة التقاء الأهالي مع بعضهم بعض، وتعتبر من الأساسيات المهمة في المجتمع البحريني. طبعا لا شك الكل يفرح بقدوم شهر رمضان المبارك، وهذه ميزة أن المجالس الرمضانية تفتح. فطبعا احنا سعداء موجودين وشفنا كثير من الأصدقاء والأقارب، وطبعا ميزة أن هذه يدل على أن احنا كلنا متواصلين مع بعض. حالات رمضان بميالسه وزياراته سواء على يعني في المنطقة ولا خارج المنطقة، بالإضافة إلى احنا نقول يعني على جميع محافظات البحرين يمكن يتزورون بعضهم بعض. هذه ميالس البحرين، احنا نقول هاي ميالس قلالي وميالس البحرين عامة، يعني ما اللي احنا نقول من سنين ما شفته تشوفه في هالأيام المباركة هذه. هذه حالات احنا نقول رمضان. وتمثل المجالس الرمضانية اليوم أحد الآليات المهمة التي تساهم في ترسيخ القيم المجتمعية الإيجابية، خاصة لدى فئة النشء والشباب، لأن التفاعل الذي تحققه هذه المجالس يتيح لهم التعرف إلى خبرات الكبار ونقلها إليهم. ولهذا فإن المجالس الرمضانية تعد فرصة لاستحضار قيم الآباء والأجداد وغرسها في نفوس النشء والشباب، وبالتالي تعزيز الهوية الوطنية والحفاظ على خصوصية الدولة المجتمعية والثقافية. طبعا
تواصل المجالس الرمضانية خلال شهر الفضيل في تعزيز أواصر المحبة والمودة بين زوار هذه المجالس. تعتبر هذه المجالس اليوم منارة للتعلم وأحلى العادات الرمضانية التي اعتادها الأهالي في صورة اجتماعية مميزة تهدف لتعزيز التواصل بين أفراد المجتمع والتسامح فيما بينهم. خالد العون لمركز الأخبار، تلفزيون البحرين.